قررت اقدم الحلقه وانا قاعده عشان ضهري تعبني شويه، بس لا هعمل لكم النهارده اكله لطيفه جدا، كله بارد في بارد. الحاجه الوحيده اللي هنعملها ان احنا هنسلق المكرونه وسلطه هايله برضو هتعجبكم جدا. ايه اول حاجه بقى اقولها لكم؟ هي طبعا المقادير بتاعه المكرونه. عباره عن ايه مقاديرنا؟ مقاديرنا عباره عن مكرونه سباجيتي مسلوقه، اهي عندنا ليمون، فلفل حامي، سما او اسمه ايه السومو فيمي اللي هو مدخن، سالمون مدخن، افوكادو اتكلمنا عليه قبل كده في كذا حلقه وعملنا بيه حاجات حلوه قوي، توم، والستار بتاع الحكايه النهارده او بتاع الاكله دي اللي طعمها خالص هو الدل او الشبت. الشبت مهضوم حقه برضو عندنا في الاكل، ما بنعملوش مثلا غير في المحشي، غير كده احنا بنطبخ ايه بالشبت؟ حاجات بسيطه جدا جدا عندنا بنستعملها في الشبت. هبتدي على طول الشغلانه اللطيفه دي. نجيب اهو ده اللي اسمه ايه الافوكادو، بنلاقيه عند كل الخضريه والفاكهه. هجيب سكينه واجيب شوكه واجيب ايه كمان، اجيب دي وزيت زيتون، كل الحاجات تجيبها هنا معانا اهو، ونجيب عصاره الليمون والملح وخلاص. المهم اللي في الحلقه دي، للاسف ان انا ما سبتش شويه ميه سخنه، هي شويه الميه السخنه بتوع المكرونه دول بيعملوا ميركلز، بيعملوا يعني معجزات مع الافوكادو. اهم حاجه في الافوكادو لما نيجي نستعمله يبقى طري، الافوكادو الناشف، وده حظي ما لقيتش افوكادو طري سهل الواحد يلاقيه في السوق يعني، فاستعملت النهارده الناشف ده. هنحط عليه ليمونه، هي باستا مختلفة شوية على البارد، واحنا قاعدين كده اخر الليل مش عايزين نطبخ قوي ولا نزلوط الدنيا، حلوة وجميلة، ودي من اكتر الحاجات اللي انا شخصيا احب اتعشى بيها، وجوزي كمان بيحبها قوي. على حسب انتوا بتحبوا الحاجات فيها طعم ليمون قوي ولا ما بتحبوهاش فيها طعم ليمون. انت بتحب فيها طعم ليمون قوي ما بتحبش فيها طعم ليمون قوي؟ قول اه ولا لا. بس اهو، وبالليمون حط شويه ملح، خلوا بالكم ان هو ده الصوص بتاع المكرونه كلها، وحط شويه زيت برضو يسهل لنا الحكايه. ونبتدي بقى ايه، عادة الجواكامولي سوري هو بيتعمل بيه الجواكامولي الافوكادو، فانتوا زي ما انتوا شايفين هي ناشفه، لما بنسيبه بقى وعايزينه يستوي بسرعه نحطه مع موستين في المفتوح كده يسووه على طول. لما احنا هنا بقى للاسف شايفين لون الصوص نفسه بيقلب اخضر، نفس لون ال ايه تاني اللي هحطه معاه؟ هقول لكم احط ايه. انا بحب جدا الفلفل ده، لو في عندنا فلفل احمر الشطه هيبقى احلى واحلى. لا التشيلي باودر اهو، شويه تشيلي باودر كده لطيفه على، هحط بقى بديها شوية ثوم، بلاش ثوم كتير واحنا نايمين كده، شوية ثوم مضاف، ونقلب كل الحاجات دي مع بعض. حتى لو احنا عندنا جواكامولي عندنا افوكادو عايزين بس نعمله، هو بس شوية ليمون وثوم وشوية شطة وزيت زيتون وخلاص، وسيبوها عندكم في التلاجة كلوها بقى لما يجي لكم اصحابكم، كلوها مع نفسكم على حتة عيش تبقى لطيفة جدا اهو. ايه تاني اللي هنعمله؟ خليني بس اتخلص من هذه الاشياء.
عندنا هنا الصمام، اجيب بس البتاع اللي بنقطعه عليها والسكينه اللي انا سبتها، نجيب الصمام كده. ناس كتير جدا بيقولوا يعني الصمام يتاكل ازاي؟ نعمل بيه ايه؟ ما بيفهموش الصمام في مين ده الواحد بيعمل بيه بلاوي. يعني ايه بلاوي؟ يعني بيتعمل بيه كل حاجه، من اكتر الحاجات سهله عندنا في الثلاجه، لو عندنا شويه عيش محمص بس كده هو صمام بيبقى حلو قوي وحته زبده، او نعمل بيه مكرونه بشويه كريمه وخلاص. نحطهم كلهم كده قد بعضيهم وننزلهم. لسه اللي هيعمل لنا طعم المكرونه، مش كل اللي احنا عايزين بنحطه ده، اللي هيعمل فعلا طعم مكرونه حلو قوي هو الايه؟ زي ما اتفقنا الدل او الشبت اللي مهضوم حقه زي ما قلنا في مصر، ما بنستعملوش كتير في الاكل بتاعنا. اللي بيحبوا الجواكامول، اللي بيحبوا الافوكادو هيعرفوا طعم الحاجه حلوه قد ايه. ناخد شويه بقى اسمهم ايه دول حلوين كده، يا سلام. انا شخصيا بحب اقطعه بالمقص اكتر من السكينه. الريحه بتروح حته تانيه خالص. وعايزه اقول لكم ان المكرونه دي كمان بتبقى احلى حتى لو قدمناها ساقعه، مش تتاكل ساقعه ساقعه، يعني تتاكل على درجه حراره الغرفه يبقى طعمها هايل. ودلوقتي بقى ننزل بالمكرونه. تفتكروا اعملها كلها؟ لا انا هعمل نصها مش هعملها كلها. طبعا المكرونه اول ما تطلع من اول ما نشيلها من الميه السخنه نحط لها شويه زيت زيتون على طول اهو، ونجيب الطبق اللي هنغرف فيه. واهم حاجه في اللعبه دي كلها هو الصوص. بس انا عايزه احط شويه مكرونه. ايه ده، مين ده؟ حد هيحلف على المكرونه دي؟ نحط شويه مكرونه كمان. لحظه، يبقى الطبق الاولاني بتاعنا خلص. يا رب يكون عجبكم وتجربوه وتفضلوا تقولوا ايه الحاجات الغريبه اللي اماني بتقدمها. اشوفكم بقى في نص الحلقه الثاني مع حته دين سلطه. اشوفكم بعد الفاصل. النهارده الحلقه بسيطه بسيطه بسيطه، كله عار بارد. شفتوا الباستا بتاعتنا ما خدتش ثواني، الحكايه كلها تقطيع وتفعيص وتحطوا الحاجات مع بعض وفعلا طعمها حلو، حتى اليوم اللي بعديه لو اكلتوها ساعه هتبقى حلوه قوي. السلطه اللي هعملها لكم دلوقتي هي سلطه جرجير بالرمان ولبس الرمان وحاجات كتير كده هتعجبكم برده جدا يا رب. مقاديرنا عباره عن بقدونس، جرجير، نعناع، بصل اخضر. لو في بقى عارفين ورق البصل الشايف ده تبقى حاجه هايله، بس مش لاقيينه للاسف في السوق اليومين دول. ليمون، دبس رمان، رمان وتوم وملح وفلفل. اهو الملح والفلفل عشان ما افضلش رايحه جايه، وزيت الزيتون طبعا. اول حاجه هنعملها نعمل الدريسنج. نجيب دلوقتي البوله اللي هنعمل فيها الدريسنج، معلقه ومعلقه وبس. زي ما قلت لكم هي دبس الرمان. دبس الرمان هو عسل الرمان، عارفين العسل الاسود ده بتاعنا اللي بنعمله من قصب السكر، ده بقى العسل اللي بيطلع من الرمان. وفي برضو من التمر بيتعمل من البلح.
عصير ليمونه، زيت زيتون، همسة ثوم، حلوة همسة، لا دي مش همسة خالص، بس ايه شوية ثوم اضاف كده، ملح، فلفل، ونبتدي ايه نقلب كل الدريسنج ده مع بعض. ممكن ايه نزودها شوية زيت كمان، عايزة بس اشوف الطعم اخباره ايه، لو نزود توم ولا لا. انا بموت في الدريسنج ده، من اكتر الدريسنج اللي بحبها على السلطات. نجيب البوله اللي هنشتغل فيها، عندنا الجرجير، كل اللي احنا علينا نعمله ان احنا نقصه 3 الى 3، واهم حاجه ما يبقاش العناقيد بتاعته كبيره قوي تحت. بقدونس، عايزه حزمه بقدونس كده محترمه، تخيلوا بقى ان البوله دي صغيره ان انا اشتغل فيها، انا عايزه بوره اكبر شويه، بس ايه ممكن اتصرف. الجيش قال لك اتصرف، والحاجات هنا عندنا كلها نظيفه، بس نعمل ايه مره تانيه كده. هيل، نحط هنا على طول الجرجير، البقدونس، يعني هي مش عايزه اقول لكم على تبوله، بس هي اكتر حاجه فيها البقدونس، يعني هي سلطه بقدونس اكتر منها اي حاجه. بصل اخضر نقطعه ترانشات رفيعه، السلطة دي في حتة عيش بلدي تاكلوها كده، بس تحطوا فيها شوية السلطة دي من العيش البلدي رهيبة، مع اللحمة بتبقى حلوة قوي، مع الفراخ، مع السمك، أي حاجة. السلطة دي فعلا بتتاكل لوحدها وتتاكل مع أي حاجة، يعني من أكتر السلطات الناجحة اللي بعملها فعلا، من أكتر الحاجات اللي لما بتتعمل في أي عزومة، في أي حفلة، في أي بتاع، بتاخد كلام كتير قوي. واهم حاجه برضو النعناع، نعناع كتير، عارفين زي ما قلت لكم على تبوله تقريبا نفس فكره التبوله. نقطع برضو نعناع صغير صغير، ويبقى بس صغير خالص عشان ايه الناس ما تتخضش لما تلاقي نعناع كده جامد في بقها. بس مش حاطه للاسف بقى شبت، لان الشبت مش هيبقى معاها حلو. اوكي، ودلوقتي واخيرا اخيرا وليس اخرا، هو ان احنا نحط الدريسنج. الدريسنج ما يتحطش، يعني مش يقول للناس جاي لنا مثلا الساعة 7 نقوم احنا عاملين السلطة دي، عارفة في ناس بيحبوا يحضروا حاجتهم، الدريسنج واحنا مطلعينها على السفرة يتحط، يعني ايه الصوص بتاع المكرونة دي وهي طالعة على السفرة تتحط الصوص بتاع، علشان في كم خل، في يعني اللي احنا اتفقنا عليه ده الليمون والدبس الرمان اسيدك، يعني ايه حمضي، فهيخلي كل الخضرة جميلة. وبما اننا احنا عاملين دبس رمان، ليه ما نحطش معاه رمان؟ فها هنحط معاها رمان. بصوا بقى الالوان وجمالها، من اكتر السلطات اللي انا شخصيا بموت فيها. وطبعا لكل البنات والستات، طبعا عارفين ان احلى رمان بيطلع عندنا في مصر هو اللي جاي من منطقه منفلوط، فايه لما تيجوا تشتروا كده من عند الراجل عشان يعرف بقى ان احنا حادقين وفاهمين هو الرمان ده منفلوطي، تسالوه كده هيقول لكم اكيد اه على اي حاجه عنده.
بس ايه، اديني قلت لكم اللي بيحصل. ودلوقتي بقى عايزه اقدمها، هقدمها في ده لان ده كبير قوي مش باين منه. بقدونس وجرجير وبصل اخضر ونعناع ورمان والف هنا على قلبكم يا رب. وخلاص كده حلقتنا خلصت النهارده، اللي هي عباره عن احلى باستا في الدنيا انا بحبها وجوزي كمان، واحلى سلطه في الدنيا بحبها. يا رب تعجبكم زي ما بتعجبني، واشوفكم في حلقه جديده من بالهنا. Thank you.